آخر شيء في المجلد 33 من المنار، نعم صفحة 447. في الحقيقة هذا ضمن إيه؟ ضمن أعتقد بحث يعني يرد به على كتاب أصل الشيعة وأصولها، أو يقرضه وينقده للعلامة كاشف الغطاء رحمة الله عليهما. يقول في صفحة 447: ثم نقول ثامنا، إن فرضنا أنه صح حديث مرفوع في ذكر شيعة علي، فإننا ننقل الكلام إلى المراد منه من الشيعة يعني والمشيعة في اللغة، وقوله تعالى في موسى عليه السلام: هذا من شيعته وهذا من عدوه، فنقول إنهم يعني الشيعة هم الذين اعتقدوا أنه يعني علي عليه السلام أنه هو الذي كان على الحق، فنصروه على من عادوه وتبرأوا منه، يعني نصروه على من عادوه وعلى من تبرأوا منه وحاربوه من الخوارج وكذا معاوية، يعني نصروه أيضا على معاوية وأتباعه خلافا لابن حجر الهيتمي وأمثاله. من تأخذه الإمام رشيد رضا مش عاجبه موقف ابن حجر لأنه أخرج معاوية، معاوية لا، هو أخو علي وأحباب واجتهد فقط، قالوا لا عدو مثل الخوارج، وشيعة علي بتبرأوا من الخوارج ومن معاوية، خلينا نكون واضحين، قال رشيد رضا خلافا لابن حجر الهيتمي وأمثاله الذين يخرجون هؤلاء منهم من أعداء علي، لا مش أعداء إخوة، بحجة أنهم كانوا مجتهدين متأولين فلهم أجر واحد ولعلي وأتباعه أجران، فإن متبع الحق مستقل الفكر، يقول رشيد رضا فيه بلا هوى ولا تعصب لمذهب، يجزم بأن معاوية نفسه كان باغيا خارجا على الإمام الحق كالخوارج. رشيد رضا بيقول لك زي الخوارج، باغي مثل الخوارج، قال ومع أنه شفته كيف يقول لك سيدنا وبترضى عنه وممنوع تسب كذا، بس الحق حقه يتبع يا جماعة، احكي الحق نعم كالخوارج، وأنه طالب ملك، ويؤيد ذلك إكراه الناس على جعل هذا الملك لولده يزيد المشتهر بالفسق، قال واضح عندنا أنه هو الزلمة بده ملك، ما بده دين، ما بده حق، بدليل بعد كل سوا خلى الملك من بعد الأمين لا يزيد، وبالأسئلة معروفة، وأن بعض الخوارج كانوا متأولين كبعض أصحاب معاوية الذين اعتقدوا أنه كان على حق في مطالبته بدم عثمان. ممكن تلاقي بعض الخوارج متأولين، بعض جماعة الشام متأولين، بس معاوية نفسه لا مش متأول، باغي وعارف إيش بيساوي. واضح؟ فمجموع كل ما الفريقين بغاة خارجون على إمامهم الحق، وأفرادهم يتفاوتون في النية والقصد. إحنا المهم عندنا إيش هو؟ من هؤلاء الأفراد؟ رأس هؤلاء قال لك لا باغي وطالب ملك ورئاسة، بالنسبة لمعاوية قال لك واضح عندي. شوف رشيد رضا واضح جدا هنا كتفاوتهم في العلم والجهل، وحكمه كرم الله تعالى وجهه عليهم في جملتهم هو الحق، حكم عليه هو الحق عليهم، وهو أن بغيهم لا يخرجهم من الإسلام، وأن كلمته عليه السلام إخواننا بغوا علينا لكلمة لو وزنت بالقناطير المقنطرة من اللؤلؤ والمرجان لكانت ذات الرجحان في هذا الميزان، يعني ما كفرهم ولا نحن نكفرهم. بعض الناس كتبوا لي مش عارف مثل ومن ذا أصلا يناقش، جاوبته بسطرين في كفرها، احنا قلنا كفار احنا بنكفر، نحن مكفرة لست مكفرة، نتكلم عن حق وعن باطل، عن إمام حق وعن بغاة، بس وافقونا في هذا القدر وهو متواتر عن رسول الله في البغاء وإمام البغاء، ما لكم أنتم؟